طيب بهدوء 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 بس بهدوء بس بهدوء بس سكت بدر سكت بهدوء لا 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 ليس دوري لا 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 هو من حقي ان اتحدث وانت ايضا تفضل يقاطع طيب يقاطع بس يتركني شوف انا سالتك هل ستكون السعودية والإمارات جزء من هذا التحالف أو لا؟ إذا لم تكونوا جزء من هذا التحالف فالتهدئة وعدم التصعيد سيستمر. لكن إذا كانت السعودية والإمارات ستكون جزء من أي تحالف للعدوان على اليمن والتصعيد ضد اليمن فأنا أقول لك بكل صراحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي سأستعرض فيه خبرا عاجلا يقول الحوثيون يهددون السعودية والإمارات لن نبقي فيهما حبلا نفطيا ولا غازيا. وإلى التفاصيل، هددت حركة أنصار الله الحوثيين بقصف آبار النفط والغاز في السعودية والإمارات إذا انضمتها إلى أي تحالف ضد اليمن. وقال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيثي في تصريحات لقناة فرنس 24، إذا كانت السعودية والإمارات جزءا من أي تحالف للعدوان على اليمن فإننا لن نبقي فيهما لا حبل نفطي ولا غازي، مضيفا سنستهدف كل السفن التي تنقل النفط من السعودية والإمارات، والشتاء قادم في أوروبا وأمريكا ولن يكون هناك نفط من الشرق الأوسط ولا من روسيا. وأكد أن التهدئة وعدم التصعيد سيستمر مع السعودية والإمارات إذا لم تكونا جزءا من هذا التحالف ضد اليمن. أشكركم على حسن المتابعة، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، وهذه خالص تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سكت سكت بهدوء لا 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 ليس دوري لا 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 هو من حقي أن أتحدث وأنت أيضا تفضل يقاطع طيب يقاطع بس يتركني شوف أنا سألتك هل ستكون السعودية والإمارات جزء من هذا التحالف أو لا؟ إذا لم تكونوا جزء من هذا التحالف فالتهدئة وعدم التصعيد سيستمر. لكن إذا كانت السعودية والإمارات ستكون جزء من أي تحالف للعدوان على اليمن والتصعيد ضد اليمن فأنا أقول لك بكل صراحة لن نبقي في السعودية والإمارات لا على حقل نفط ولا على حقل غاز، وسنستهدف كل السفن التي تنقل النفط، والشتاء قادم في أوروبا وأمريكا.